مجلس اداره نادي الزمالك عمل اجتماع استبعد عبد الحليم علي من الجهاز الفني وحول عمرو المطراوي للتحقيق. تكليف كابتن احمد رفعت وابراهيم حسن بالجلوس مع فتح الله حسن مصطفى وهاني سعيد لتجديد عقودهم. وعلى فكره شيكابالا يقال انه جدد ومفيش عقود في نادي الزمالك، العقود مع الاستاذ ممدوح عباس. نادي انترلخت ابتدوا يتكلموا نادي انترلخت مره اخرى ان هو يجي بوفد رسمي عشان بيع شيكابالا، ويقال ان انترلخت جدد عرضه وهيجي. هنشوف انترلخت ايه اللي هيحصل. ضم الثنائي المستشار سامر ابو الخير والاستاذ حسن شاكر للجنه التنمويه اللي ترأسها احمد شيرين فوزي. الكلام ده كان في الاجتماع امبارح. المستشار سامر ابو الخير اعتذر النهارده، اعتذر رغم كان هو تكلم مع الاستاذ احمد شيرين فوزي وكان موافق، ولكن قال ان المفروض يكون في رموز كتار جدا، رموز ليهم قيمه على مدى 30 40 سنه في نادي الزمالك يكونوا موجودين في لجنه المئويه، وللاسف ده لم يحدث. عشان كده المستشار سامر ابو الخير اعتذر النهارده عن دخول لجنه المئويه. نادي الزمالك هيخش بكره معسكر قبليها بيومين عشان مباراه المقصه اللي هتقام 5:15 يوم السبت اللي جاي في ملعب المقاولين، وهي مباراه المقصه اللي كان المفروض تتلعب في الفيوم ولكن الامن رفض. صدمه عنيفه اصابت مجلس اداره نادي الزمالك المعين في اجتماع امبارح، لقوا ان ديون نادي الزمالك 100 مليون جنيه، منهم 42 مليون جنيه لممدوح عباس، منهم 32 مليون جنيه لازم يدفعوهم لممدوح عباس دلوقتي، و10 مليون جنيه بعد سنه. فبيحاولوا يجدولوا الموضوع، والموضوع صعب جدا. 100 مليون جنيه هقولها لكم تاني، الله اعلم، بس هقولها لكم تاني، خلال شهر شهر ونص ممدوح عباس ومجلسه هيرجعوا تاني لرئاسه نادي الزمالك. افتكروا كلامي، الله اعلم يمكن انا دجال او مشعوذ. محمود فتح الله مدافع الزمالك اقسم بالله انه لم يقم بالتوقيع لنادي الاهلي او حتى قام بالجلوس مع مسؤول القلعه الحمراء لاتفاق على الانتقال بعد انتهاء عقده مع الزمالك من نهايه الموسم الحالي، كان تردد مؤخرا. فتح الله قال انه اغلق ملف تجديد عقده لحين استقرار الاوضاع الاداريه بالنادي، مؤكدا انه لن يفكر في الانتقال لنادي اخر الا بعد وصول مفاوضاته مع الزمالك لطريق مسدود. قال ان انا باقي في الزمالك وما قعدتش مع حد ومش هتكلم مع حد، وان انا هفضل في نادي الزمالك اتكلم معاه واتفق معاه لغايه ما اتفق على سعر معين، اللي ارتضيت بيه همضي، ما ارتضيتش هبتدي بقى اتكلم مع الانديه الاخرى ومنها النادي الاهلي. مازيمبي كونجولي ضم كلابا، فاكرين كلابا اللاعب الزامبي اللي انضم للزمالك وما رضاش يجي؟ مازيمبي كونجولي ضمه اللاعب الزامبي لفريق مازيمبي الكونجولي.